إذن أعزائي المتابعين، أعزائي المشاهدين، مع هذه الأجواء الاحتفالية بعد قليل راح تبدأ المباراة النهائية لدور تشجع فريقك في ولاية قريات. نتمنى التوفيق للفريقين ونتمنى مشاهدة ممتعة بإذن الله. إذن حاليا نشهد دخول لاعبي الفريقين برفقة الحكام وتواجدهم في هذه المباراة النهائية وتواجد هذا الجمهور الرائع والذي ملأ المدرجات الحاضرة في هذا الملعب الرائع. إذن مباراة نهائية راح تكون بإذن الله ختام لبطولة شجع فريقك، في انتظارها وفي انتظار المتعة من هذه المباراة. وقناة سند دائما هي السند للشباب ولجميع فئات المجتمع. أحلى فرصة عشان نتجمع وقوتنا في لمتنا، بنحب بعض قوي وبنشجع. أشكال جميلة بقى، أشكال مليان بالحب. إذن أعزائي المتابعين، لقاءنا مع الأستاذ صالح البارحي، صحفي في جريدة الوطن، بعد سنوات من الخبرة يتواجد برفقة أخوانه الشباب في هذه المباراة النهائية في بطولة شجع فريقك في ولاية قريات. نرحب فيك أستاذ صالح، وتشريف وجودك في هذه البطولة وتشجيع وحافز أيضا للاعبين ولكل الموجودين في أرضية الملعب. أرحب فيكم كذلك كقناة سند في هذه في هذا التواجد الرائع للأمانة. يعني شاهدتكم أول ما دخلت الملعب، شاهدت ما شاء الله الحراك جميل جدا. أعتقد الكثير ممن يفتقد هذه الأشياء، لكن أعتقد تواجدكم في بطولة اليوم أو في مباراة اليوم النهائية أكبر حافز للاعبين للجماهير، لأن هذا ينقل الصورة الحقيقية لما في هذه المباراة. عموما اليوم أتشرف طبعا بالتواجد في نهائي شجع فريقك بالنسبة لنادي رستاق، نادي قريات عفوا. فبالتالي أعتقد أن اليوم أنا تواجدت بين إخواني وزملائي وعدد كبير من الشخصيات الرياضية، يعني يمكن سنوات طويله ما التقينا، لكن اليوم الحمد لله التقينا معهم. واعتقد ان من اكبر مكاسب حضوري في هذه المباراه التقائي بكم كذلك في هذه القناه العزيزه. بارك الله فيك استاذ صالح، واعتقد ان هذا التواجد المثري اليوم من ايضا وجوه طيبه حاضره في هذه الامسيه، تواجد رؤساء انديه من انديه شقيقه لنادي قريات، اتوقع ان فيه الكثير من الاثراء في هذه البطوله. استاذ صالح، سؤالي عن البطوله بشكل عام وبطوله شجع فريقك في هذه السنه. طبعا بطولة شجع فريقك اعتقد انها بطولة للامانة يعني اعطت الكثير من الايجابيات بالنسبة للفرق الاهلية. يعني في هذه الفترة او في رمضان، شهر رمضان المبارك، دائما تكون الدورات الاهلية، دورات الفرق الاهلية هذه غير متابعة، لكن لما صار بطولة رسمية بشكل مميز بدعم من الوزارة، اعتقد اصبح الجميع يمني نفسه ان يتواجد في هذه البطولة. لذلك هذه البطولة اعتقد انها من 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 إيجابيات اكتشاف مواهب جديدة قادمة للكرة العمانية. وأعتقد اليوم في هذه المباراة متأكد بل أجزم أنني بأن هناك مدربين متابعين لهذه المباريات ومتابعين للاعبين، لذلك أعتقد من إيجابياته هو طبعا وجود أو اختيار مجموعة من العناصر. أضف إلى ذلك أن هذه البطولة بدأت خلينا نقول تدريجيا من خلال إدراك الوزارة لحاجة الفرق الأهلية لبطولة منظمة، بطولة لها امتيازات، بطولة لها حوافز. فبالتالي بدأ تدريجيا والآن وصلت إلى القمة للأمانة من خلال بعض الأندية، لكن في المقابل هناك بعض الأندية لا تهتم بهذه البطولة، يعني مجرد مباراة خروج مغلوب. فبالتالي هذا ما يعني
ما تحقق الهدف المطلوب من 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 المنافسه او من 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 المسابقه. فبالتالي اعتقد ان يجب على كل الانديه اتباع نظام المباريات من دور واحد او نظام مجموعات، لان الفريق اللي يشارك في البطوله يدفع مبالغ طائله من اجل يظهر بالشكل المثالي. فبالتالي وجود انديه تستعمل نظام خروج المغلوب من مباراه واحده اعتقد يعني خلينا نقول يعني ما تعطي هذه البطوله اهميه الكافيه، او ما تعطي هذه البطوله الهدف المطلوب منها. لذلك أتمنى من إدارات الأندية اللي تتبع نظام خروج المغلوب أن تعيد الحسابات وتعيد النظر في هذا الجانب، وبالتالي تبقي البطولة بنظام اللعب من دور واحد. بطولة تشجع فريق أستاذ صالح، أنا أعتقد وزارة الشؤون الرياضية أبلت بلاء حسنا بتواجد هذه البطولة وإيجادها، يعني أنا أتوقع أنها حافز ومحفز للاعبين أنهم يظهروا بشكل منظم بشكل مرتب واللعب بهذه أرضية الأرضيات اللي هي مناسبة لممارسة كرة القدم بالشكل الصحيح. مدى جدية الأندية في قادم الأيام في هذه البطولة أستاذ صالح؟ أنا أوجه من خلال قناتكم قناة سند رسالة مثل ما ذكرت قبل شوي لكل الأندية أن تتبع نظام اللعب من دور واحد على أقل تقدير، لأنك تعطي اللاعب يعني ما ممكن فريق تجهز بشكل مثالي ودفع مبالغ طائلة عشان يشارك في هذه البطولة، وبالتالي تحرم يعني تحرم حتى لاعبين من الظهور، تحرم حتى لاعبين من على أقل تقدير يمكن مدربين كانوا يتابعونهم تحرمهم، فبالتالي يخرج الفريق من أول مباراة، لذلك كأنك ما عملت شيء. لكن لما تعمل يعني الدور من دور واحد على أقل تقدير أعتقد تعطي مساحة كافية لتحقيق الهدف من هذه المسابقة. لذلك رسالتي من خلال هذه القناة أن تكون جميع الأندية تحذو حذو منادي الكريات الآن من خلال اللعب في دور المجموعات، فهذا شيء يعطي اللاعب حقيته في اللعب والظهور بشكل مثالي أو من خلال مستواه المعهود اللي يقدمه حتى يعني يجذب أنظار المدربين، لأن الآن كرة القدم أصبحت يعني خلينا نقول مهنة لعدد من اللاعبين. يعني نشوف حاليا لاعبين ما عندهم وظائف، لكن هم في المقابل لاعبين مميزين يعيشوا على تواجدهم في مجال كرة القدم. لذلك أتمنى من وزارة الشؤون الرياضية أن تجبر الأندية إجبار بأن يكون النظام المباريات نظام اللعب من دور واحد، أما نظام خروج المغلوب هذا أعتقد غير مجدي أبدا. معناته هي مطالبة من الصحفي المعروف في جريدة الوطن بإبراز وجدية المشاركة من قبل الفرق الأهلية في بطولة تشجع فريقك، وخصوصا في هذه السنة والسنوات القادمة بإذن الله راح تكون حبلة بالمفاجآت الجميلة بإذن الله. أستاذ صالح نشكرك على هذا التواجد، على هذه الدقائق الرائعة والثمينة أعتقد بصحبتك، وبإذن الله نتمتع بهذه المباراة برفقتك وبرفقة الحضور الكريم. شكرا لكم وأتمنى لكم التوفيق في قادم الأيام إن شاء الله، وأن نشاهد قناة سند إن شاء الله في العديد من المحافل. كل توفيق لكم وأتمنى لكم قضاء وقت ممتع إن شاء الله. شكرا أستاذ صالح. إذن كان معنا الأستاذ صالح البارحي صحفي في جريدة الوطن، وهو دائما وأبدا إطراءاته وإضاءاته الجميلة في الشأن الرياضي نستفيد منها وتستفيد منها كل الأندية الحاضرة في منطقتنا الحبيبة. إذن نتمنى لكم التوفيق ومباراة ممتعة بإذن الله. متابعين في هذه اللحظات نستضيف الشيخ علي بن أحمد الرواس رئيس نادي ظفار في هذا التواجد الجميل جدا والمثري في هذه البطولة، بطولة تشجع فريقك في ولاية قريات. الشيخ نرحب فيك ونرحب بهذا التواجد الرائع بين أهلك وبين إخوانك. الله يطول عمرك. الحمد لله أنا سعيد جدا بتواجدي هنا في قريات بين أهلي وأخواني، وسعيد جدا بدعوة أخي العزيز خالد العادي رئيس النادي، وحقيقة ما شاهدته اليوم شيء جميل من تواجد الجماهيري وهذا الكوكب الرائع اللي متواجدين. الشيخ علي، نادي ظفار غني عن التعريف، وانا اعتقد اليوم تواجدك ايضا بوسط هذه المواهب اعتقد ايضا رحله للبحث عن النجوم لفريق او نادي ظفار العريق. والله لا، الحمد لله المواهب موجوده كثيره حقيقه في سلطنه عمان، ومن ضمنها هذه الولايه العريقه قريات. المواهب موجوده في كل الولايات، ومن يبحث عنها يجد
الجوهرة تحتاج إلى تلميع لتظهر، ونتمنى من الكثير من أخواننا المتابعين في الأندية أن ينظروا لمثل هذه الفرق لما تحظى من اهتمام من قبل الجماهير ووجود نجوم فيها للمستقبل. وحقيقة هني فقط المشاركة أخواني في هذا النهائي الشجع فريقك، ونتمنى لهم التوفيق والنجاح إن شاء الله. الشيخ علي، بطولة شجع فريقك التي دأبت الشؤون الرياضية، وزارة الشؤون الرياضية على يعني وجود هذه البطولة واستمرارها إلى هذه السنة، أنا أعتقد فيها الكثير من النجاح. ماذا يرى الشيخ علي في هذه البطولة، بطولة شجع فريقك؟ حقيقة الوزارة تقدم عمل كبير وجبار من قبل المعنيين في وزارة الشؤون الرياضية، وهذه أعتقد السنة الرابعة للشجع فريقك اللي قامت فيها عمل كبير، ونتمنى أنه يواصل ويتطور أكثر وأكثر، لأنه بوجود مثل هذه الجماهير الكثيرة ويشجع الوزارة ويشجعنا نحن كأندية أنه نقف مع هؤلاء للاستقطاب الكثير والشعبية الكبيرة لكرة القدم حقيقة الموجودة عندنا في السلطنة وعلى كل الولايات، ومجهود كبير من الأخوة القائمين على هذه الفرق والفرق الأهلية والأندية ومن الوزارة. شيخ علي، إطلالة جميلة جدا، وتواجدك مثري دائما وأبدا أينما حللت وأينما ارتحلت، وإحنا سعيدين بتواجدك برفقة أيضا الضيوف الحاضرين في هذه المباراة وفي هذه المباراة الختامية. هي احتفالية، ولكن هذه الاحتفالية أيضا تكللت بحضوركم الجميل الذي أمتعنا في هذه المباراة. أنا حقيقة ما يسعدني أكثر ويشجعني الحضور في أنت واجدت على حسب الأوقات والفرصة، نحن مقصرين كثير حقيقة، بس ما يشجعني للحضور هذا المحبة من الجميع في كل ولايات السلطنة حقيقة، يعني شيء أنا أفتخر فيه ومن كل المستويات حقيقة والأعمار أجد الاحترام والحب وعشقهم لكرة القدم وعشقهم للأندية والرياضة بشكل عام وللنادي ظفار زعيم، ومحبتهم واحترامهم لي تزيدني حقيقة احترام وحب لهم، وهذا ما يشجعني دائما أني بقدر المستطاع أن أتواجد ما بينهم، أنا أحد أبنائهم وأخوهم وأنا منهم وفيهم يعني، وحقيقة هذا شيء مفخرة، وهذا ما شيء غريب على الإنسان العماني حقيقة أينما كان، يعني تجد في الترحاب والحب والمحبة، وفي نهاية الأمر احنا ما تفرقنا، هي في تنافس صحيح كرة القدم بين الأندية والفرق، ومن هو عنده نادي يعشقه أكيد أنه يشجعه بكل ما أوتيه من قوة، ولكن برغم هذا احترامه للآخر موجود، احترامه وحبه، وهذا لمسته حقيقة، لمسته بنفسي، وأنا أشكرهم يعني أشكرهم على هذا الحب، وأتمنى أن أكون أستحق هذا الاحترام وهذا الحب. بارك الله فيك، أنت تستحق، رجل مناسب في المكان المناسب، ونادي ظفار ينتظر البطولات برفقتك، وأولى البطولات أتت برفقتك أيضا. الشيخ علي، نقول لك شكرا على هذه المقابلة، ونتمنى لك إن شاء الله التوفيق برفقة الزعيم. الله يطول عمرك، أنا أشكركم كذلك، وأنتم كذلك من الناس القائمين في الوسط الرياضي وعلى كرة القدم، وما تعملون الآن من لقاءات وإثراء مثل هذا الفرق هذا شيء يشكر منكم يعني حقيقة، جزاكم الله خير، ونتمنى إن شاء الله التوفيق للزعيم والأندية الأخرى، ونتمنى إن شاء الله القادم يكون أفضل بإذن الله، ونفرح المحبين بإذن الله. إن شاء الله. شكرا شكرا. إذن كان معنا رئيس نادي ظفار الشيخ علي بن عبد الله أو بن أحمد الرواس، ونتمنى له التوفيق إن شاء الله برفقة الزعيم، ونتمنى التوفيق بإذن الله لجميع الأندية الحاضرة في عماننا الحبيبة. متابعينا أعزائي المشاهدين، بعد هذه المباراة النهائية الجميلة التي تألق فيها الفريقين، فريق اتحاد دغمر واتحاد الحيل، والتي أسفرت بفوز اتحاد الحيل بهدفين لهدف برغم العطاءات الجميلة من فريق اتحاد دغمر، ولكن فريق اتحاد دغمر أيضا نال على ثقة هذا الجمهور الجميل، واستمر أيضا هذا الجمهور الجميل بمساندة الفريق. كابتن أحمد الغزالي، نقول لكم مبروكين على الأداء الجميل، ونقول لكم مبروكين أيضا على التأهل للأدوار القادمة بإذن الله. أول شيء أشكركم على الاستضافة، الحمد لله أشكر جميع اللاعبين حقيقة بدون استثناء على ما قدموه، كان رجال وكان مثال للأداء الراقي داخل الملعب، أشكرهم جزيل الشكر، وحقيقة لو بغيت أثني عليهم وأشكرهم ما أوفيهم حقهم أمانة، لأن في أسبوع واحد يعني لعبنا 4 مباريات، هذه يعني إرهاق وتعب على مزمة، حتى جاتنا إصابات يعني في لاعبين معنا مصابين،
لكن الحمد لله بجهود الشباب وثقتهم وحبهم لفريقهم وحبهم لاسم اتحاد دغمر قدرنا نتجاوز، والحمد لله على الاداء كسبنا لاعبين جيدين ورائعين وان شاء الله راح نمثل فيهم على مستوى مسقط. استاذ احمد، اليوم شفنا اتحاد دغمر بصراحه يقدم مباراه جميله جدا برفقه اخوانهم من فريق اتحاد الخيل، ولكن بصراحه بعض يعني الهجمات التي كان فيها الكثير من الرعونه من المهاجمين لم يتوفقوا في احراز هدف، مع ان عودتكم كانت جميله بهدف تقليص الفارق، ولكن المباراه ذهبت لفريق اتحاد الحيل الذي استغل هجمتين واحرز منهم هدفين. مثل ما خبرت سابقا يعني توالي المباريات علينا وضغط المباريات ادى الى ارهاق وادى الى اصابات، يعني نحن اليوم ولله الحمد على هذا الاداء وهذا الجهد وهذه العطاءات ونقول لهم جزاكم الله الف خير، يعني اللاعبين اربع مباريات في ظرف اسبوع ولاعبين اساسيين كلهم يعني ولاعبين ايضا الاساسيين خارج مسمه اللي عند الرباط واللي عند الاصابات العضليه، لكن الحمد لله قدرنا نجابه فريق مكتمل الصفوف وعنده محترفينه من داخل الولايه ومن خارج الولايه، بالعكس اشكرهم جزيل الشكر برغم الاصابات برغم الارهاق، لكن قدمنا مباراه مثاليه واعتقد على مرأة من الجمهور، واعتقد الجمهور قاسي يحيي الفريق ولو انه ظهرنا وصلنا المركز الثاني لكن نعتبر انجاز، هم يعتبروا الفريق هو الاول وليس الحيل. احنا نتمنى لكم التوفيق كابتن احمد وتواجدك الرائع ايضا برفقه فريق اتحاد دغمر وادارتك الفنيه الموفقه لهذا الفريق الرائع، نتمنى لكم التوفيق. لماذا يصبو فريق اتحاد دغمر في قادم السنوات؟ باذن الله تعالى يكون على من مصاف الفرق على مستوى المحافظه وباذن الله تعالى ننتقل الى مستوى السلطنه. مبروك عبد الله. اذا شكرا، كان معنا مدرب فريق اتحاد دغمر الفاضل احمد الغزالي وتواجده الرائع في هذه المباراه برفقه فريق اتحاد دغمر، نقول لك شكرا. شكرا بارك الله، مشكورين. اذا مباراه نهائيه كانت جميله جدا وفيها الكثير من التفاصيل الرائعه، بامكاننا نتحدث عن نهائي حلم في هذه الامسيه في ولايه خريات. اذا سنواصل هذه اللقاءات وسنواصل باذن الله التتويج للفريقين ونعود لكم في قادم الوقت.